السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا اخوان بشارة في مقطع جديد. مقطعنا اليوم يا جماعة الخير، كثير من الناس طبعا شفنا بيسووا تجربة اللي هي مين بيجيب قفزة زي رونالدو، بيجيب الكرة زي رونالدو، واليوم صار دورنا في القناة لازم نجرب، يعني لازم نسويها. اليوم جبنا 7 من اخواننا من السودان، كل واحد بيكون معاه 5 محاولات بالضبط، منشوف اذا بيقدروا يجيبوها ولا لا، والجائزة 500 ريال. دقيقة اوريهم الجائزة، وريهم الجائزة، عاد لازم الجوائز هذه احلى مقاطع عندهم اللي فيها فلوس، تمام؟ 500 ريال للي يجيبها. قبل بس نبدا المقطع، اخوان بشار حاليا بحساب 72,000، وخططنا ان شاء الله تعالى انه في هذا الشهر اللي هو يناير شهر 1 100,000 في الانستغرام باذن الله تعالى، وبرضه مسوي سحب على 7 كور الحين في الانستغرام عندي، فاللي مو ضايفني اضيفني. الشروط جدا سهله، بس انك تتابعني وتمنشن اي احد في الكومنت، تابعني انا وتتابع برضه صبري. على العموم روحوا هناك، مستنيكم هناك، وخلينا الحين نرجع للتحدي ونبدا فيه. بسم الله يا جماعة الخير. طبعا هذه هي، تمام، ارتفاعها 2.56 زي قفزة كريستيانو الأخيرة حقت يوفنتوس. معنا اخواننا السودانيين، نتعرف عليكم. الاسم كريم القادري، عبد القادري، علي محمد علي عبد الله مضوي رامي محمد. يا اهلا وسهلا وحياكم الله، كل واحد بيكون مع زي ما قلت لكم 5 محاولات. طبعا لو واحد قدر يجيبها بس من الخمس محاولات كلهم، اول واحد بيجيبها، يعني اول واحد بيجيبها هو بياخذها، لكن لو 2 أو 3 أو 4 جابوها بتصير في بينهم تصفيات، وبنشوف بعدين مين اللي بيربح 500 بينهم. طبعا عشان نرجع نوريكم الجائزه، هذه جائزه بتكون نصيب واحد منكم اليوم لو جابها. طيب. تمام طيب. يلا ليتس جو، بسم الله خلينا نبدا. يلا ليتس جو، بسم الله. نشوف الاول محمد وحواش. اوه حلوه حلوه حلوه، قريب اللي بعده. يلا بسم الله، الوين اللي بعده، يلا روح اجين، بسم الله. يا سلام، حلو حلو، لو انه ناقص بس ركز. اوه ركز، بسم الله. اوه اقرب واحد للحين، حلوين. سلام علي. اوه هذا طبعا الجوله الثانيه الحين. اوه حلو حلو، ها حلوين حلوين، هوب اوه حلوين. يلا يا محمد، ها اوه حلوين حلوين، انقص بعدها، ها محمد علي، انا بدك خوف بعضك. اوه حلوين والله، والله يلا بسم الله. اوه محمد، هذه الجوله الثالثه الحين، بسم الله. ها ها اوه مشاعره قريبه قريبه مره قريبه، ها بسم الله. اوه بسم الله، ركز. بعيد، ركز بسم الله، ركز. اوه بوب، والله ودي اجرب بس مصاب، حاسس ان اللي بيجيبه هو هذا. يلا ليتس جو، خلينا نشوف. يلا بسم الله بسم الله، فوق. اوه حلو 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 حلو. محمد هذه الجوله الرابعه، هذه المحاوله قبل الاخيره لك. يا الله حلو حلو حلو، هوب. لا لا لا، القفز عنده شويه. بسم الله، حلو 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 حلو. يلا اوه حلو، لو رحت لورا كثير ما بتجيبها، صح؟ لو رحت لورا كثير ما بتجيبها، لانه بتروح بالجري بتنقز مسافه اكبر لكن مو مسافه اعلى. يلا ليتس جو. ايوه ها فوق. اوه يا الله، شو اقول ذا، تبغاه بالجبهه. ركز ركز ركز، واو يا يا الله يا جماعة، مرة قريب. الجولة الخامسة الحين والأخيرة، يلا يلا ليتس جو، ركز. واو يلا الأولى الأخيرة برضو، يلا يمديك، بسم الله. اوه قريبة 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 الراحة بس ما تستعجل. يا حلوة حلوة، اخر واحد، حلوين حلوين، الحين اخر واحد حجيبها تحسمها. الحين منافسه بتصير بين الثلاثه،
اكثر ثلاثه كانوا يجيبوها قريبه تمام، عبد القادر ومحمد علي ومحمد تمام. فخلينا نشوف مين اللي بيجيبها بينهم. ركز هذا ابو ازرق مجننا معاه، قريبه قريبه مره تشطف. يلا يا محمد يا حلوين. يلا ها تقدر. تمام حيكون الحين في محاولتين اخيرتين تمام لمحمد علي ولمحمد، لو واحد جابه منهم بيدخل معاه بتصفيه. اخر محاوله لكم. العب قاعد. يا حرام يا حرام. حلوين الاخيره لك يا محمد. يا حرام. حلوين حلوين حلوين. عليك قسمه جاهزه يا شباب. صدقه صدقه. مبروك عليك يا واحد. الله يخليك. مبروك عليك ما شاء الله. القفزه رهيبه، القفزه رهيبه مره ما شاء الله. كسبها معانا اخواننا من السودان، برضو في التعليقات تكتبونا مين اللي تابعنا من السودان. اخواننا من السودان هم اطيب ناس واكثر شعب محبوب من قبل الدول العربيه كلهم. تحيه لنا السودان. هذا كان مقطعنا اليوم، يديكم الف عافيه على المشاهده. اخوان بشار اذا عجبكم هذا المقطع وتبغونا برضو نكسر من هذه التحديات، نجيب النقزه الثانيه حقت رونالدو. في نقزه طبعا هذه مترين 56، في نقزه اعلى منها كان طولها كم تقريبا مترين و65 اللي نقزها مع ريال مدريد ضد مانشستر تمام. جابها 265 سنتي يا جماعه، هذه اللي من جد مره صعبه. يعني جت عند الحديده. جت عند الحديده. على العموم اكتبوا تحت في الكومنتات زي ما قلت لكم اذا عجبكم هذا المقطع تبغونا نكثر منه، وايش الدوله اللي نبغى نجيب برضو ناس كذا، مجموعه ناس من دوله معينه نتحداهم في المقاطع الجايه باذن الله تعالى. المقاطع اللي راح لا تنسوا تشوفوها الدار، اضغط عليها ولا تنسوا تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد باذن الله. حساباتنا تضيفون عليها بننزل فيها اشياء مختلفه كلنا على اليوتيوب، زي ما قلت لكم في مسابقه الحين عندي وعند صبري على السبع كورن ايدس، لا تفوتوها. راحت عليكم اول وحده. اي راحت عليكم اول وحده ترى الحين. في امان الله.